يلا ماشي معايا ابو الفتوح علي. علي ابو الفتوح علي، مواليد كام؟ 2003. مين بيدربك؟ كابتن عامر. كابتن عامر بتلعب فين؟ بلعب باك رايت. رقم فانيلتك؟ مواليد كام؟ اسمك يا كابتن؟ مهاب محمد حافظ. ايه؟ مهاب محمد حافظ. مهاب احمد؟ مهاب محمد. محمد. رقم فانيلتك؟ بتلعب فين؟ باك يمين. مركز شباب سادس. مين بيدربك؟ اسمك؟ محمد جبرة. محمد ايه؟ محمد جبرة. مواليد؟ 25/5/2002. حارس مرمى؟ تلعب فين؟ حارس مرمى. مركز شباب. تلعب فين؟ مركز شباب حارس سادس. بقالك كام سنة بتلعب؟ دخلوا اول سنة السنة دي؟ عبد الرحمن رمضان 11. بقالك كام سنة بتلعب؟ سنة. رقم فانيلتك؟ يعني حمرا. ايه؟ معيش رقم. معكش رقم؟ اه. مواليد؟ 2002. ايه؟ 2002. محمد ايه؟ احمد عبد الباقي. محمد احمد. مواليد؟ 2003. بتلعب فين؟ رقم فانيلتك؟ خمسة؟ جلال محمد جلال. ايه؟ جلال محمد جلال. رقم فانيلتك؟ مواليد؟ ايه؟ احمد كريم. احمد خليل محمد. رقم فانيلتك؟ 10. مواليد؟ 2002. مين بيدربك؟ كابتن عامر. اسمك؟ احمد محمد توفيق. احمد ايه؟ محمد توفيق. مواليد؟ 2003. رقم فانيلتك؟ 22. انت بقالك قد ايه بتلعب في مركز شباب؟ اول سنه. اول سنه السنه دي؟ زياد مصطفى علي. ايهاب؟ زياد مصطفى علي. زياد مصطفى علي. رقم فانيلتك يا ابني؟ 19. 19. مواليد؟ 2003. ايه؟ 2003. مين بيدربك؟ كابتن عامر. كابتن مين؟ كابتن عامر. بتلعب في انهي مركز؟ في نص الملعب. ايه؟ عمر عبد القادر مهاجم. تلعب مواليد كام؟ مواليد كام؟ 2003. 2003؟ ها؟ رقم فانيلتك؟ رقم فانيلتك؟ 23. ايه؟ 23. مازن احمد عبد الحفيظ. ايه؟ مازن احمد عبد الحفيظ. مازن؟ مواليد كام؟ 2002. مين بيدربك؟ كابتن عامر. رقم فانيلا؟ 10. تاني؟ كريم حسام احمد. رقم؟ 3. يلا اللي بعد. يلا كابتن. يلا كابتن. اسمك يا كابتن؟ احمد ادم. اسمك يا كابتن؟ احمد ادم. ايه ادم. مواليد؟ 2002. رقم فانيلتك؟ 9. 9. تلعب فين؟ هجوم. انا اسمي الكابتن وحيد يحيى عبد الحميد. دي واحده يا كابتن، اتفضل. اسم الكابتن وحيد يحيى عبد الحميد، بمرن في الحي مركز شباب الحي السادس. عمر 2001، سن يعني 11 سنة. الشباب دي بسم الله ما شاء الله عليها، ممكن يطلع منها لعيبة كويسة جدا، ومنهم إسلام، ممكن شاب مونة اللي هو عبد الرحمن عادل، في منهم محمد طارق من الدافعين كويسين، في منهم محمد بنقوله محمد وحيد بس هو بنقول له اسمه شهرة محمد تريكا، وفي لعيبة كويسة قوي زي أحمد سعد ونجم والناس دي، يعني مجموعة كلها كويسة بسم الله ما شاء الله عليهم. وأنا أتمنى إن هم الدورة دي أو البطولة دي يعملوا مركز كويس جدا، لأن هم خدوا مركز ثالث قبل كده، وإحنا عندنا حافز إن إحنا ناخد المركز الأول إن شاء الله بإذن الله، وإحنا ماشيين لغاية دلوقتي أول المجموعة، وإن شاء الله بإذن الله أتمنى إن هم بعد حسن ظن يعني إن أنا متفق معاهم إن إحنا ناخد أول إن شاء الله. شكرا يا كابتن.